اليوم نحتفي بشاعرة وتقول روائية، حينما نرى الرواية سنقول روائية، هي باكورة أعمالها الشعرية التي تقدمها هذا اليوم. وكما قلنا لكم، يبقى اتحاد أباو كتاب كركوك مفتوح للجميع، وهو يمثل كل أطياف هذه المدينة الصغيرة الحجم والكبيرة بقلب العراق، لأن العراق كبير، ونحمد الله إن كركوك تكبر من خلال الأدباء الذين يمثلون هذه المدينة. لذا الطبيعة لن تسكت ولن تصمت كثيرا، فكان غضب الطبيعة كبيرا، وفقدنا إخوة أعزاء لنا في تركيا وسوريا، وما زلنا نحصي عدد الضحايا الذين ما زالوا هم تحت الأنقاض. كما ذكرت لكم، نقف أولا دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواحنا، لأنكم قد لا تجدون يوما من يقرأ سورة الفاتحة في ظل هذا الفوضى التي تجري في العالم. وحتما اليوم نستذكر هؤلاء ونقف دقيقة صمت ونقرأ سورة الفاتحة. ندى سلطان في باكورة أعمالها، نسمي هذه المجموعة البكر لأنها ما زالت آنسة في الشعر، آنسة في الشعر، فهي هذه باكورة أعمالها. وسألني أحدهم قبل أيام: ما رأيك بالست ندى سلطان؟ فباللغة التركمانية قلت له: هل قصدك؟ يعني ما زالت فتاة، ما زالت فتاة. احنا نقول في الشعر، احنا نقول في الشعر. اصدقائي لا تؤولون ما لا اقوله، انا قلت في الشعر باكورة اعمالها، باكورة اعمالها، باكورة اعمالها. لذا اولا ادعو الفنان هيوا عبد الله عازف العود، أدعوه إلى المنصة وإلى مكانه المعتاد كي يرافق الشاعرة ندى سلطان، التي أيضا تتفضل، لأنني لن أجلس كثيرا بجانبها. طبعا ما في ندى ستقرنونه ما يقوله الأستاذ الناقد حتما نوفل حمد الخضر، نوفل حمد، ولو حمد مغمامك نوفل الناصر، لا لا نوفل الناصر. لأننا مشكلتنا الآن، لدينا الآن غنام محمد خضر، الدكتور غنام محمد خضر رئيس اللجنة الدولية الثقافية، وأيضا رئيس اتحاد أباو صلاح الدين، رئيس اتحاد أباو صلاح الدين، ولدينا أيضا نوفل حمد خضر. من الطريف أنني حينما قدمت الأخ نوفل لتقديم الاتحاد أباو كتاب العراق، جاءت الهوية مكتوب نوفل محمد خضر.
نبأ عاجل. أغلقت الإذاعة البريطانية أبوابها واستسلمت بيج بن للصمت. أرخى الحنين سدوله على ذكريات لها رائحة حادة وطعم حاذق. لن أسمع هنا لندن على رأس الساعة، وسأفتقد مصداقية الخبر بعد اليوم. سيتغير توقيت قهوة الصباحية لأن الإنجليز قرروا أن يقطعوا صوتاً عربياً كان يواسينا عبر الأثير، لكن ما هو مؤكد لصباحاتي أنك ما زلت هنا، وما زال صوتك يتسرب لدمي كجرعة مخدرة، وما تزال شامتك ثابتة كنقطة وصول أخيرة تطوف حولها أحلامي وتمسك بزمام روحي لئلا نخسر مصدرا موثوقا لتقلبات مزاجك. هنا قلبي، هنا قلبي. نشرة الأخبار تحمل رسالة من رجل بلون الشرق الأوسط، اعتاد أن يكتب لي هلا عيني، وسؤال ممطر يتبادر إلى ذهني الآن: هلا عانقتني؟ حالة نفي. لست كاتبة، هكذا أخبرت الورق وهو يغريني بتوثيق خيباتي الكثيرة. ولست شاعرة لأنني لم أتعلم بعد كيف أضع ضماداً من حروف على جرح قديم ما زال ينزف في الذاكرة وأكتب حتى ينقطع صوت الرغبة ويغتسل قلبي من آثام اللغة. أنا فاصلة، ينساني من لا يعرف كيف يداعب علامات التنقيط وأين يضع قبلته وهو يغازل المسافة بين السطور، وعلامة استفهام تعاني آثار الجفاف من مصاحبة السؤال، وعصا تعجب تركها رجل مسن قبل أن يحلق نحو الضوء. أنا واو الدهشة، طفلة المبتدأ وعشيقة الخبر. أنا طفرة النحو اللاهثة خلف المجهول وموعد الفاعل بالمفعول، وحنين الأسماء الخمسة للإسم السادس وصلاة التأنيث الساكنة. أنا واو الدهشة، طفلة المبتدأ وعشيقة الخبر. أنا طفرة النحو اللاهثة خلف المجهول وموعد الفاعل بالمفعول، وحنين الأسماء الخمسة للإسم السادس وصلاة التأنيث الساكنة، وارتعاشة نون النسوة إذ تعانق المذكر السالم. أنا الضمة والسكون، وهمزة الوصل بين تجربتين، وهمزة الوصل بين تجربتين، وعلاقة الألف بحزن المواسم، ويقين النقطة إذ تأبى إلا أن تنهي الحكاية. شكراً جزيلاً، شكر الجزيل لأخينا أستاذ سامي على هذا الاستقبال وعلى ما بدره من جهد، والشكر موصول للأستاذ محمد خضر رئيس اتحاد أدباء كركوك على جهده، وهي دعوة لي أن نسمو على بعض من المسميات، نحن نتحدث أدبيا طبعا، وأن نرتقي بمفهومنا للأدب وبمفهومنا للشعر وبمفهومنا للنص الحقيقي الشعري. لسنا بصدد الحديث عن ما يثار ويقال بقدر ما نقول المحصلة ما يجمعنا هو الأدب بين قوسين الأخوة والمحبة والشفافية. نختلف فكرا، نختلف أدبا، نختلف، لكن تبقى العلاقات الأخوية والشخصية والمحبة هي السامية وهي الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لديك كلمة اختمي أيضا. شكرا مكررة لكل من تكبد عناء الحضور لجلستنا اليوم. شكرا لمن يرى بندى سلطان شيء مهم ربما، ويساند ويشجع ويعاضد دائما. مثل ما قال دكتور هاشم، شهادتي بدكتور نوفل مجروحة، لأنه هو يعني قبل ما يكون دكتور نوفل الناصر الناقد والتدريسي،
فهو الأب والأخ والصديق، وما بخل علي أبدا ولا لحظة. يعني يا إما يعني قد يكون بقمة انشغالاته، دكتور أنا محتاجة فلان شغلة، دكتور هذا النص اقرأ دققة كذا، يعني ولا بخل علي بأي شيء من ملاحظات. شكري وتقديري أيضا لكل من حضر ولكل من استمع، وإن شاء الله مقبلين على فترة إيجابية وواجهة جميلة لاتحاد أدباء وكتاب كركوك، وسنسعى بكل ما أوتينا من جهد بوجود الأستاذ محمد خضر طبعا وبتشجيعه، على أن نبحث ونقيم ونقدم أيضا واجهة أدبية جميلة تليق بكركوك وبكتابها وأدبائها. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تضمن حفلنا اليوم توقيع كتاب بين قوسين كتاب شعري، مجموعة شعرية للشاعرة ندى سلطان، وهو من جنس قصيدة النثر، وهو نشاط من نشاطات اتحاد أدباء كركوك بمعونة مكتبة الأخ أستاذ سامي الذي تفضل مشكورا في استقبالنا وتضيفنا في هذه المناسبة. هي جلسة مهمة تصب في خدمة الاتحاد بشكل عام والثقافة الكركوكية على وجه الخصوص، لما تتبناه من مشروع أدبي يتضمن مثل هذا الشكل من الكتابة الشعرية، وهو قصيدة النثر الذي يحقق الهوية الحقيقية للنص الشعري. وأنا عندما أتحدث عن بوصفي متخصصا أتحدث عن قصيدة حقيقية مثلت قصيدة النثر بجميع خصائصها وسماتها وتمفصلاتها، التي ربما هي تغيب عن الكثير من النصوص التي أصبحت دخيلة على النص النثري أو النص القصيدة النثرية، والتي أخذت من المثالب أو من السلبيات على هذه القصيدة. عندما نتحدث عن ندى سلطان نتحدث عن شاعرة متمكنة استطاعت أن تخترق هذه اللغة الشعرية وتوظفها كعجينة بيدها لأجل خدمة هذه القصيدة على جميع المستويات والسمات. وشكرا جزيلا دكتور نوفل الناصر، أستاذ تدريسي في جامعة كركوك، شكرا جزيلا. اليوم حضرنا لحفل توقيع كتاب شعري للصديقة والأخت العزيزة والإعلامية والكاتبة والشاعرة ندى سلطان. طبعا أنا فخورة جدا جدا بوجود هذه المرأة في كركوك، كركوكلية تركمانية ناشطة وشاعرة. اليوم حضرنا بتاريخ 11/2، ويصادف أيضا شهر عيد الحب. طبعا شهر عيد الحب مليانة بالمفاجآت الجميلة، من بين المفاجآت هو توقيع الكتاب. وياكم ناشطة مدنية ومدربة تنمية بشرية ورئيسة منظمة العز للتنمية والتطوير إيمان عدنان رفعت. بداية أبارك للست ندى وأبارك الكركوك بالإنسانة الرائعة والأم العظيمة والمرأة الشجاعة. ندى امرأة مستثناة، يعني استثنائية، امرأة رائعة بكل المقاييس، تملك شجاعة وتملك حرف مميز. أما عن الاحتفالية فالاحتفالية تليق بها، وبتقديم أستاذ نوفل زاد الاحتفالية رقي. وطبعا نشكر أستاذ سامي بداية، لأن دائما يستقبل الطاقات الشبابية ودائما يستضيفنا بمثل هذه المحافل الجميلة. ذكريات عبد الله عضو هيئة إدارية اتحاد أدباء وكتاب كركوك. بالنسبة للكاتبة ندى سلطان، طبعا اليوم أول يوم دا نشوفها ونتعرف عليها عن طريق حفل توقيع كتابها نصوص بيضاء. أسردت مجموعة من القصائد تحدثت باللغة العربية، طبعا نقول هي لغتها قوية العربية لأن هي اختصاصة تربية لغة عربية. عندي بعض الملاحظات، ألا وهي المقدمة أطالت بها، كلش أطالت بالمقدمة سواء هي أو دكتور نوفل. هاي واحدة. اثنين، العزف الموسيقي. عادة احنا نعرف النصوص الشعرية تقرأ أثناء العزف الموسيقي، العزف على العود، لكن الست ندى ما كانت تقرأ خلينا نقول النصوص على الوقع الموسيقي على العود، لا كانت تكون أحلى في حال لو يعني كانت تقرأ على آلة العود. عدا ذلك المداخلات كانت حلوة، يعني خلينا نقول مسبقا الأسئلة اللي موجهين لها أسئلة روتينية، مثلا الظروف اللي ساعدت على كتابة الشعر، أو خلينا نقول
الوجدان الداخلي للقصيدة كيف ابتدأت يعني من هالقبيل هذا. شيء على شيء نتمنى لها الموفقية، بنت رائعة، بنت حلوة، لغتها العربية حلوة لأن يعني هي اختصاصها، وحضورها قوي حلو كلش حضورها، ونتمنى لها التوفيق ويا ربي من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. آية سردار أديبة من مدينة كركوك. Çok güzeldi bugün tokuyan kitap arkadaşımız Neda Sultan'ın. Şiirler de çok güzeldi maşallah. Çok şereflendik geldik. Burada sizler de gördük, arkadaşlar da gördük. Yani temenni ederim daha ikinci kitabı da olsun. Temenni ederim. Ben Fenan Teşkiliye Gülsen Beyat. اجتمعنا اليوم بمكتبة الطريق بكركوك وبرعاية اتحاد كتاب وأدباء كركوك لتوقيع مجموعتي الشعرية الأولى بعنوان نصوص بيضاء. كان الحضور جميل جدا، وهذه خطوة تشجيعية لتصدر الأدب لوجه كركوك ولظهور كركوك بصورة أجمل، وأيضا لدعم الأدب النسوي في الاتحاد. كون الشاعرية النسوية يراهن عليها في الوقت الحاضر من خلال قصيدة النثر، وأيضا كان حضور رائع جدا، نخبة من المثقفين والكتاب والأدباء والأكاديميين. وبدوري أشكر كل من حضر وكل من ساند وكل من تواجد بهذا المكان، شكرا جزيلا. ندى سلطان، شاعرة وروائية.